وخلي الاولاد يكتشفوا انه الارض قادره تحبهم كثير وهن قد ما يحبوها هي رح تحبهم اكثر. نحكي لهم انه قادرين يعيشوا فيها السنين وسنين وسنين، يعني قد ما حبيت الارض هي رح تحبها. وهذا الشجر اللي انت شايفه قاعد تحتي هو روحك، هو نفسك. ابعد عنه. بالضبط. رح نلعب الحجله، رح نجيب معنا الطبشور الابيض والطبشور الزهري والطبشور الازرق، نحط الزحف، نحط علامات، نحط الزحف القديمه اللي كنا نلعبها واحنا صغار. رح نجيب معنا قلول. اوه هي اهم شيء، احلى شيء هاي قلول. انا عندي قلول. احنا خلص عليك القلول دكتوره. على مين؟ كل واحد بده يجيب بنجيب طبشوره. انا علي الخبز وحبلين. عندي حبلين. انا علي لعبهم. خلص. طبعا احنا رح نكون جهدنا انه نشغلهم عقليا وجسميا، يعني بدنا نشاط جسمي ورياضي وبدنا كمان نشاط عقلي، لانه في كثير من اللعب تحتاج للعقليه السليمه. والاهم من هذا كله انه احنا بدنا نشرح لهم عن مدينه زي. بالضبط. ايش هي زي؟ مين هي زي؟ شوفي بايش بتتمتع زي. طبعا هي زي من قضاء من اقضيه محافظه البلقاء، منطقه خلابه مشهوره جدا بشجر السنديان والبلوط، وفيها عنب وفيها زيتون وفيها مقام النبي يوشع، ومنطقه بتكون بالجهه الشماليه لمحافظه البلقاء وقريبه لعمان، يعني بيقدر يوصلها الكل. وقديش هي منطقه خلابه، واحنا رح نعمل فيها اكتيفيتي او نشاطات كتير 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 حلوه. بدنا نغني وبدنا ندبت كمان. والله بدنا نكسب الجو قبل الشتاء، لانه هلا هاي الفتره احلى فتره من السنه. شرفوا اللي هي لا شمس. احكي هون قدام المنظر الحلو. بالضبط. اللي هي لا دنيا شوب كثير ولا برد كثير، فبس دفوا حالكم للمسا، جيبوا معكم هيك شالات وجاكيتات خفيفه. وأهم شيء طبعا نسكر التليفونات وهيك ونعيش باللحظة مع السماء والأرض. بالضبط. هلا الفترة هاي أحلى فترة لتشم الهواء فيها وتتنفس الأكسجين الطبيعي 100%، وكمان شوي الشتاء جاي رح نضل ببيوتنا ورح ننحبس، فإذا هاي الفترة ما طلعنا خلص رح ننحبس. تروح علينا. بالضبط. ونولع نار زي هيك والبصل الشتاء إن شاء الله، وبركة عملنا صاجية. نعمل صاجية ودوّكوا صاجيتي. انتبهوا هون ما في صوت دوام، يعني ابدا ما في اشارات، ما في اي شيء يوقفك. ازعاج بعيد عن ازعاج. الناس هنا بهدوء عايشين وهم هاديين، ونادر ما تلاقي بين كل بيت وبيت مسافه قريب، يعني تلاقي بين كل بيت وبيت 500 متر 600 متر، فان شاء الله راح ننبسط كثير. المنظر الحلو بعيد عنه. علان ما شاء الله. هاي كلية الرحمة، كانت كلية الأميرة رحمة. وين جبالنا الحلوة اللي بتجنن؟ هاي جبال صفاء ربنا ما أحلى. شوف الجبال يا رب تعمر هالبلاد لأهلها وناسها وتنور عليها. أشبيلهم وين؟ شمال الأردن، شرق غرب جنوب. إحنا هلأ بزي شمال محافظة البلقاء. نعم. وبتعرفوا أنتم محافظة البلقاء هي منطقة الوسط للعاصمة، يعني بين زي ومنطقة عمان تقريبا نصف ساعة، فهي جاية منطقة وسطية سهل الوصول إليها، فيها أشياء كتير ومدينة يعني كبيرة زي ما حكيت لكم بشجر البلوط والسنديان. في الزمانات كانت زي مشهورة بالمياه الجوفية، بس للأسف من قلة الرعاية والاهتمام جف كثير من هاي الآبار الجوفية اللي كانت موجودة بزي. يعني ملاحظين إنه كلنا واقفين بلا كمامات، وعاملي هالتباعد
متبعدين خلقه لانه هو ربنا اللي حوالينا حامينا. هي منطقه مفتوحه يعني بس قديش بتنحط على البلاد؟ 100% والله ما يحلمنا منها يا الله. قديش رايح على الصغار اشياء اللي بضلوا على الكمبيوترز 24 ساعه وعلى الجيمز وما بتزحزحوا عنها صراحه. كل ام وكل اب لو بدهم يمشوا مشي يودوا اولادهم تحت الشجر لانه كل النفسيه بتتغير. احنا كمان عم نضغط بشغلنا، عم نضغط بالبيوت، عم نضغط بالمسؤوليات، وكثر الاخبار بتقلق وبتشوش الانسان، بتعطل حتى عطائه. عطائنا كبير ان شاء الله كلنا من اصغر واحد لاكبر واحد، بس عشان يكون عطائنا كبير بدنا نضل نجدد الطاقه تبعتنا، بدنا نضل نجدد الامال، نضل نطلع مع مجموعات حلوه، مع رفقه حلوه، نتحدث حديثنا الطبيعي. حتى هذا الحديث فيش عليه جمره، بتخافوش احكوا وتجاوبوا مع الطبيعه لانه هي اللي رح تيسر الحكي وتطلع الطاقه السلبيه من الجسم كله. انا كثير مبسوطه، كثير مبسوطه. هو الانسان لو بصح له يقضيها كامبينج واو، يعني نوم اوف، وفي مناطق جميله وكل منطقه اجمل من الثانيه. طبعا رح نعمل ممارسات صحيه كمان، ما ننسى الصحه بهذا الجانب. الممارسات الصحيه اللي رح نعملها رح نعلمكم كيف تعملوا الديب بريث اكسرسايز، كيف تاخذوا النفس العميق، كيف تعطوا الرئه اكبر قدر ممكن من الاكسجين، لانه احنا بحالتنا الطبيعيه الرئه بتاخذ فقط 60% من اكسجين الارض، بس رح نعلمكم على تمارين تساعدكم على انه الرئه توصل لمرحله 100% نسبه الاكسجين. هاي من ناحيه صحيه، كل ما رفعت نسبه الاكسجين كل ما زادت عند المناعه. شغله كثير مهمه دكتوره ريما، انه احنا رح نطلع الطاقه السلبيه، الخوف، الاسترس من جائحه كورونا. حتى انتوا اطفال خايفين، بدنا نطلع هذا الخوف بالطبيعه. بعدين رح نجيب افراغ، بدنا نجيب الكرات، كره واللي بده ينطوا حبل، وكره حبل بدنا نشاط رياضي، يعني على الاقليه خلينا نلعب ساعه نشاط رياضي تنسل. شوفوا الجسم قديش رح يكون مبسوط منكم بهذا النشاط الرياضي، لانه زي ما حكى الدكتوره ريما طول وقتكم انتم بتستخدموا التليفونات، الايباد، قاعدين ما بتحركوا الا عيونكم، حتى الدماغ موقف عند نقطه معينه. احنا بدنا نخلق العنان للتفكير وللنشاط الجسمي وللاكسبريس فيلينجز، كل واحد يطلع كل هالطاقه السلبيه اللي جوا. وهو بمسارات بنعملها احنا مره كل شهر ايضا، بحيث انه كل هذا الحكي يضل قدام عينيهم، ما ينسوا عندهم شجر، عندهم بيئه، عندهم تراب حلو، تراب خصب، عندهم اراضي، في سما واسعه بتستوعب كل الدنيا. بنضل نعمله لانه هذه العقل السليم في الجسم السليم. بدهم يمشوا، بدهم يتحركوا، بدهم يبعدوا عن هالمصايب الاصطناعيه كلها اللي عم بيشوفوها، بحيث بيقدر الانسان يرجع يكتب ويمسك ورقه وقلم، بيقدر يطبع المقاله اللي بده يكتبها، يدرس الدرس اللي بده يدرسه وهو مبسوط، مش طول النهار عم نسمع كومبلينتس 24 ساعه والناس كلها بتجر بالكومبلينتس واحد ورا الثاني. يعني صرنا نتمنى نسمع الكلام الحلو والدافئ من الجميع بحيث يتوقفوا عن التدمر. التدمر بهد الحيل، بدك تفكر باشياء جميله تتقدر تكمل عيشتك وعطائك ودراستك وشغلك. كلنا عندنا واجبات، ما فيش حدا ما عنده واجبات، ولكن اذا هذا نهار وهذا نهار وهذا نهار، انت شو بتخلي لك طاقه تتبني ولا تنتج؟ كثير محتاجين طاقاتنا ترجع تنبنى من اول وجديد. وزي ما قلنا بالنواحي الصحيه والنواحي الرياضيه، في غذاء طبعا، في حوار، في نقاش، في اطلاع على تجارب جديده 24 ساعه. هلا بدنا نروح محمد لمنطقه ثانيه زي ما قال مجد، وبدنا نسكر شوي ونمشي هناك ونعاود نفتح حتى اللي بيتابعوا معنا بس يشوفوا هالجنه الحلوه، وبيلاقونا يوم الخميس ايضا، ورح نقولهم من وين الانطلاق. شكرا يا محمد، شكرا.